بلجيا لا يحترم توقيعه ولا يحترم المواثيق الدولية، يعني لا يحترم المواثيق الدولية، ويتم يعني إذا من الضامن دكتور ربيم بهذه السياسة سوف يؤدي العراق إلى تفكك و من الضامن إذا حتى الاتفاق الدولي هم إلى تفكك وانهيار تام الضامن يعني هم حتى المبعوثين الدبلوماسيين ما يحترمهم، يعني هسه الان القوات الامريكيه قاموا بانسحاب في المنطقه، انسحاب تكتيكي في افغانستان والعراق، والعراق نحو هاويه ونيران سوف تكون يعني الحابل والنابل سوف يشمله هذا النار. شكرا جزيلا. استمروا ولم يجيبوا الى الورقه الاخيره، الرساله الاخيره لسيد بومبيو الى سيد كاظمي المتمثله بوضع سياج بلا أبواب بينه وبين إيران والمصالح الإيرانية الذي يمتد به قانون القيصر، وسوف يحترق هذه الأطراف الذين يدافعون عن مصالح مالية وجيوستراتيجية لدولة محاصرة وخارجة عن القانون مثل الدولة الإيرانية.